يلي شاركنا امبارح بهذا العيد الكبير يلي كان رسالة كتير كبيرة للحزب، ونحن بنشكر بالمناسبة كل يلي شاركونا هذا الاحتفال. ومن هذه النقطة بدي انتقل دغري إلى صلب الموضوع تأحكي عن يلي صار اليوم الصبح، يلي هو محطة جديدة بمسلسل صرنا حافظينه عن الغايب، يلي هو مسلسل استفزاز حزب الله للبنانيين بشكل دائم ومستمر. يلي حصل هو التالي: بيتفاجئوا طلاب الجامعة اليسوعية اليوم الصبح الساعة 8 الصبح وقت وصلوا على الجامعة اليسوعية بشعارات مكتوبة بالحيطان على الحيطان يلي بتشيد بحبيب الشرتوني يلي هو القاتل للرئيس بشير جميل ويلي حكم ويلي هو مسؤول عن هذا التفجير ويلي اعترف بهذا التفجير، وهذا بجامعة بشير جميل يلي مرفوع فيها لحديث هيدي دقيقة صورة بشير جميل، وشكل هذا الأمر استفزاز كتير كبير لكل طلاب اليسوعية من كل الانتماءات ومن كل الأحزاب. ف بنية افتعال مشكلة داخل الجامعة، وبدأت الاستفزازات من الصبح ووصلت إلى تعلية صوت ووصلت إلى تهديد ووصلت إلى كلام بذيء، كلام طائفي، كلام مذهبي، تهديد من كل الأنواع طالت كل طلاب الجامعة، وبدأت تتوفد الموبيليتات والشباب من مناطق معينة من بيروت، وبلشوا يتجمعوا قدام جامعة اليسوعية. هيدي الحادثة هي بالنسبة لنا نحن ما لنا أي مسؤولية فيها، نحن حضرنا بشكل سلمي تنروح نتعلم الصبح بجامعتنا، وتم استفزازنا على أبواب الجامعة وتم استفزازنا داخل الجامعة. مع هذا وكله ما صار في ضربة كف داخل الجامعة لحديث ما تمنعت الجامعة والقوى الأمنية بأنه يتدخلوا بهذا الموضوع. 3 ساعات، 4 ساعات، 5 ساعات انتركوا طلاب الجامعة بوجه بعضهم من دون أي تدخل من القوى الأمنية. اتصلنا بكل المسؤولين، اتصلنا بكل القوى الأمنية، ما حدا تدخل، لأنه نحن هيدي هي طريقة تعاطينا مع هيك مواضيع، هو أكيد الرهان على الدولة أولا. وقتا شفنا أنه الدولة ما تحركت، ونحن وعدنا وقلنا أنه استفزازات ما بقى رح نسكت عنها، بدأوا شباب يتجمعوا خارج الجامعة لحديث ما وصلنا لمحل كان رح يصير في مشكل كتير كبير بالأشرفية. بهيدي اللحظة قرر الجيش أنه يفرق الشباب يلي هن متجمعين على باب الجامعة اليسوعية. بالتالي هيدا دليل مرة جديدة أنه الدولة اللبنانية ما عم تتحرك من تلقاء نفسها، الدولة اللبنانية عم تنطر تتشوف اللبنانيين بوجه بعضهم كرمال تاخد قرارات بالتحرك. كان ممكن بكل سهولة من قبل إدارة الجامعة أول شيء معاقبة الناس يلي كتبوا هذه الشعارات على الحيطان وعلى حيط الجامعة بالذات، وعلى الجيش اللبناني تفريق شباب اجوا من خارج الجامعة يتجمعوا على باب الجامعة بشكل أسرع بكتير من هيك. مش إشكال ببلش ساعة 9 بينتهي ساعة 2 بحضور الجيش على مدى 3 ساعات، يعني الجيش اللبناني موجود إلى جانب هالشباب يلي إجوا من الخندق الغميق ومن غير المناطق على مدى 3 ساعات واقفين حد بعضهم، ما حدا عم بيحكي مع حدا.
ليش منترك الأمور توصل لهون؟ ليش ما منتحرك دغري؟ ليش بدنا ننطر تيصيروا اللبنانيين بوج بعضهم تنستوعب أنه واصلين على مشكل؟ ليه؟ نحن حذرنا عدة مرات قلنا ما بقى رح نسكت. ليه عم بتجربونا يا أخي؟ أنه نطرتوا تيتجمعوا شباب الكتائب وبعض شباب من القوات وإلى آخره كرمالتا نستوعب أنه رح تكبر القصة ونتدخل بعدين. من الأول لازم تنحسم. في ناس معروفين باستفزازاتهم داخل الجامعة يجب اتخاذ قرارات إدارية بحقهم. إضافة إلى ذلك قيادة حزب الله، هون بدي أتوجه لقيادة حزب الله، ليش يا جماعة عم بتزرعوا الكره بقلوب جماعتكم؟ ليه هالكره؟ ليه انتو شو لكم باغتيال بشير جمال؟ شو لكم بحبيب الشرطوني؟ شو لكم بالحزب القومي السوري؟ انتو شو لكم عليها بكل هذا الموضوع؟ هيدا الحقد من وين جايبينه؟ هالاستفزاز الدائم من وين يا خيي؟ ليه؟ لوين بدكم تجروا البلد؟ نحن شو عم نقول؟ بدنا الدولة؟ بدنا السلطة اللبنانية الشرعية؟ هذا اللي عم نقوله؟ بدنا نبني دولة؟ بدنا نعيش مع بقية اللبنانيين بسلام؟ شو عم نقول نحن؟ ليش هالكره؟ ليش هالاستفزاز؟ ليش هالمحاولة خلق بينكم وبين بقية اللبنانيين هو ما بتعود ممكن تتصلح بالمستقبل؟ ليه؟ شو لكم بهالخبرية؟ شو طلع لكم منا؟ مش ناويين ترجعوا تبنوا البلد معنا بالمستقبل؟ هيدا الطلاق لوين بدكم توصلوا فيه؟ بدكم تنقسموا عنا؟ قولوا نحن ما بقى بدنا نعيش معكم، خلينا انتم بترتاحوا نحن بنرتاح، كل الناس بترتاح. قولوا لنا شو بدكم؟ بدكم توصلوا لهون؟ لوين بدكم توصلوا؟ أنه ينكتب اسم حبيب الشرطوني على حيط اليسوعية، لوين بدها توصلكم؟ هيدا الزلمة يلي اغتال رئيس جمهورية كل اللبنانيين، هيدا الزلمة يلي اغتال قائد المقاومة اللبنانية يلي هي بضمير كل لبناني على الأقل يلي بيميلوا لهيدا الطيار. وقتها أنتوا تكتبوا له اسمه على الحيطان، لوين بدكم توصلوا؟ هيدي منا جامعة كيف ما كان، هيدي اسمها جامعة اليسوعية، هيدي هي جامعة بشير جبيل، هيدي الجامعة يلي خرج منها كل المقاومين تيدافعوا عن لبنان، عم تجوا تتحدونا بهيدا المكان بالذات؟ شو لكم بهالخبرية؟ ليه؟ نحن منروح منتحديكم برموز مقاومتكم؟ نحن من أول الطريق احترمنا مقاومتكم. انتو بتروحوا بتتحدولنا مقاومتنا ورموزها وشهدائها؟ انا عندي طلب للسيد حسن بالذات، انت بتعرف شو معنى رمز يكون لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني، لأنه أنت رمز لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني. في رمز آخر لمجموعة أخرى من الشعب اللبناني اسمه بشير جميل. أنت بتقبل أنه يتم التحدي بهذا الشكل لهذا الإنسان؟ بدك نحن نتحديك لألك بهذا الشكل؟ بتقبل أنه شبابنا يتحدوك لألك بهذا الشكل؟ ليش عم بتخلونا نفقد أمل بالشراكة؟ ليه؟ ليه عم بتصروا على هذا الموضوع؟ تحديتونا، تحديتوا الدولة، فاتحين أحسابكم، ما عم تسمعوا لحدا، ما عم تتعاطوا مع حدا. طب يا خيي كمان زيادة عن كل هيك بدكم كمان تدقوا برموزنا وبشهدائنا وبرؤسائنا؟ ليه يا خيي؟ خيي لوين بدكم توصلوا؟ نحن اليوم كنا على وشك مشكل كتير كبير، كانوا شبابنا تجمعوا وكنا عم نجر البلد، انتو عم تجروه مش نحن، انتو عم تجرونا مش نحن، استفزينا حدا، انتو يلي استفزيتونا.
ليه؟ بطلب من مين؟ وإلى قيادة الجيش اللبناني والعماد جو أهوجي يلي هو الصديق العزيز يلي منحترمه ومنقدره ومنتمنى له كل التوفيق. نحن منتمنى حفاظاً على الدولة اللبنانية، على رهبة الدولة اللبنانية، حفاظاً على هذه الدولة، نتمنى أنه هيك إشكال بخمس دقايق قادر جيش كان ينهي. كنا كل هالخبرية بغنى عنا. في بعض المتهورين كتبوا على الحيط بيتمحى يلي مكتوب على الحيط، بينشحط الناس الموجودين قدام الجامعة وبينتركوا هالطلاب يفوتوا يكملوا دراستهم. خمس دقايق كنا نهينا هذا الموضوع. أنا بتمنى من هلا وبالطالع يصير في تحرك أسرع. نشكر التحرك، نشكر تدخل الجيش، ولكن أتى متأخر. أتى متأخر. ولا قيادة الأمن الداخلي كذلك الأمر. أسرع، تدخل أسرع. نحل هالمواضيع ما لها معنى يلي هي تافهة، نحلها على السريع، ننهيها، مش نتركها تتفاقم وتكبر وتتوسع. وأخيرا بدي أتوجه لكل طلاب الجامعة اليسوعية يلي هن يلي أنا بعتبر حالي واحد منهم، وبدي أقول لهم أنه هيدي الجامعة ما حدا بيغير لها هويتها. هيدي الجامعة هي رمز للحرية، رمز للحضارة، رمز للبنان. وهيدي الجامعة ما رح نسمح لحدا أنه يغير لها هويتها. وهيدي كمان مسؤولية على عاتق القيمين على هذه الجامعة، إدارة الجامعة، المسؤولين على هذه الجامعة، أنه يحافظوا على هوية هذه الجامعة. بيأخذ كل التدابير بحق كل الطلاب يلي عم بيتجاوزوا قانون الجامعة ويلي عم بيتجاوزوا الحدود المعقولة. وشكرا. أكيد أكيد اليوم نحن هيدا الشيء اللي عم بتقوله واقع، بس نحن اليوم كنا مقررين ما نسكت. ونحن لو فرقت على ساعة ما بعرف شو كان صار، وكانوا تجمعوا الشباب، وكنا على وشك نوصل على مشكل كتير كبير. الجيش اللبناني أنقذ الوضع آخر لحظة، بس نحن اللي عم نقوله خيي استقواء وفائض القوة وين ما كان، بس مش بالأشرفية ولا قدام الجامعة اليسوعية. نحن قلنا أنه ما بقى رح نسكت. نحن عم نقول ما بدنا نوصل لمحل يصير فيه مشاكل. وطلبنا من عم نناشد قائد الجيش يتحمل هو المسؤولية المباشرة، ومدير عام الأمن الداخلي يتحمل هو المسؤولية المباشرة. وقت نترك الأمور تتراكم شفنا لوين وصلت. إذا بدك غياب الدولة سنة 75 عن معالجة هالنوع من المشاكل صارت تكبر تكبر تكبر، واعتكاف الدولة وصل لبنان إلى هون. اليوم على الدولة اللبنانية تبرهن أنه هي إذا ما في دولة على الأقل القائمين على الأجهزة الأمنية، وبعرف أنه قائد الجيش قادر على ذلك، وبعرف أنه مدير عام الأمن الداخلي قادر على ذلك. إذا ما في سلطة سياسية وما في دولة فهمنا، بس هن موجودين وهن على رأس مؤسساتهم عندهم واجبات بالحفاظ على أمن اللبنانيين وعلى أمن الإنسان اللبناني. أبداً أبداً ما في أي اتصال، وبالعكس تمام تركين جماعاتهم يتصرفوا بهذا الشكل الهمجي. وما بعرف ليش
مصرين أنه يكرسوا هذا الانقسام بين اللبنانيين، بدل ما نكون اليوم عم نرجع نخلق إنسان لبناني متعاطف مع بعض ونرجع نخلق هاللحمة بين الناس، عم بيزيدوا الشرخ وعم بيزيدوا الانقسام وعم بيبعدوا شبابهم عن بقية الشباب اللبنانيين، وعم يخلقوا شرخ بين هالشريحة هيدي من اللبنانيين والشريحة الأخرى للأسف. تواصلنا مع الإدارة ورح نرجع نتواصل مع هيدي الإدارة كمان لاحقا لمحاولة إيجاد حلول، لأنه هيدا الموضوع إذا ما تعالج رح يرجع يتكرر مرات الجاية. وشكرا. إذن مشاهدينا استمعنا إلى كلام النائب سامي الجميل، حيث صرح من بيت الكتائب المركزي في الصيف واستنكر ما حصل في الجامعة اليسوعية، واصفا ما حصل بالمسلسل الاستفزازي الذي يقوم به حزب الله بشكل مستمر. النائب الجميل توجه إلى قيادة حزب الله بالقول: ما علاقتكم ببشير الجميل وحبيب الشرتوني؟ ولما زرع الأحقاد والكرة في نفوس اللبنانيين؟ ولما محاولة خلق هذه الهوة كبيرة بينكم وبين اللبنانيين؟ كما أيضا توجه إلى السيد حسن نصر الله بالذات قائلا: أنت تعلم ما يعني أن يكون الرمز لشريحة كبيرة من الناس، وهل تقبل أن يتحداك شبابنا كما يتحدون شبابك الرموز لشريحة كبيرة من اللبنانيين كبشير الجميل؟ وأيضا أشار إلى أن كان على قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي التحرك بشكل أسرع لفض هذا الإشكال وعدم الانتظار لمدة 3 ساعات قبل فض الإشكال الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى إشكال كبير جدا في منطقة الشفية. ابقوا معنا لمعرفة آخر التفاصيل دائما عبر شاشة الـ MTV.